نشوف اللي في مقدمة هذا الشوط. ترى الآن اللي في المركز الأول اللي تيمة للسيد غانم بن مسفر بن غانم المنصوري، وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني، وفي المركز الثاني في هذه اللحظات ترى الظبي للسيد علي بن هزيم بن محمد المسافري، وفي المركز الثالث أريام للسيد علي بن حمودة بن علي الظاهري، وفي المركز الرابع راهية للسيد محمد بن حمد بن مصلح الحبابي تغير إلى المركز الثالث، وفي المركز الخامس ناخذ اللي في المركز الخامس الغزيلة للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري مالك الظبية الذي فازت في شوط المحليات، أيضا دافع بغزلان بهذا الشوط. ننتقل إلى المركز السادس، وفي المركز السادس في هذه اللحظات المتحدة للسيد مصلط بن شعيفان بن مصلط بولاثنين السبيعي متواجد بالمتحدة في المركز السادس. وفي المركز السابع نشوف وناخذ اللي في المركز السابع الظبية للسيد علي بن سهيل بن علي المزروعي، وفي المركز الثامن المركز الثامن الياسات للسيد عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي، وفي المركز التاسع المركز التاسع عرى الآن ملوح في المركز الثالث للسيد أحمد بن سيف الزفين، وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر شواهين للسيد خليفة بن محمد بن سويلم الدرعي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وهذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. أرى الآن أريام، أريام بدت الآن تعزف وتقني على مدرج رقم واحد. يا سلام، ها هي أريام تشاهدونها على شاشة التلفزيون للسيد علي بن حمودة بن علي الظاهري، بدت الآن تسيطر على مقدمة هذا الشوط. وناخذ اللي في المركز الثاني، المركز الثاني أرى الياسات للسيد عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي، وفي المركز الثالث المركز الثالث في هذه اللحظات أرى شعار السيد محمد بن حمد بن مصلح الحبابي على ظهر راهية. يا سلام، يا سلام على هذا الأداء، الأداء المتميز للغاية للإذاع المهجنات الأصايل. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الظبي للسيد علي بن سهيل بن علي المزروعي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات راهية للسيد سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي، وفي المركز السادس المتحدة للسيد مصلط بن شعيفان بولاثنين السبيعي متواجد مع المتحدة في المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع الظبي للسيد علي بن هزيم بن محمد المسافري، وفي المركز الثامن شواهين للسيد خليفة بن محمد بن سويلم الدرعي، وفي المركز التاسع المركز التاسع عرى منصورة للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي، وفي المركز العاشر، المركز العاشر أرى شعار السيد عبد العزيز بن حسن بن غليطة الغفلي قادم بقوة، وأول نداء في هذه اللحظات. هذه النتيجة، وراء الآن التغيير من راهية، راهية بدأت تغير للسيد سعود بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي، غيرت وانتقلت إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا راهية، راهية في شكلها وفي أداها وفي عرضها حتى هذه اللحظات. ننتقل إلى المركز الثاني، الياسية في المركز الثاني للسيد عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي. يا سلام، المركز الثالث راهية للسيد سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي، وفي المركز الرابع الظبي للسيد علي بن هزيم بن محمد المسافري، وفي المركز الخامس أريام للسيد علي بن حمودة بن علي الظاهري، وفي المركز السادس، المركز السادس من الجانب الثاني الغزي للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري، وفي المركز التاسع
زمجرة في المركز التاسع في هذه اللحظات للسيد حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي، وفي المركز العاشر منصورة للسيد مطر بن نصيب بن سعيد الاجتبي. هذه النتيجة، ونرجع إلى راهية وإلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، 1200 عن خط النهاية، راهية في المقدمة للسيد سعود بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، لكن الياسية قادمة بقوة. الياسية تغير في هذه اللحظات، لكن راهية ما طاعت. الياسية تنافس على مقدمة هذا الشوط للسيد عبيد بن سعيد بن زعل بوسي، وراهية لا زالت راهية في شكلها وفي عرضها للسيد سعود بن محمد بن مصلح الأحبابي، ولد الشاعر الذي يتقنى بالأبيات الحلوة في الهجن وفي الغزل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. يا سلام يا سلام يا راهية على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني، يا ست الياسية في المركز الثاني. الياسية، وأشوف القدوم أيضا من راهية. راهية أيضا قادمة للسيد سالم بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، لكن راهية، نرجع إلى راهية وإلى الرقص على مقدمة هذا الشوط للسيد سعود بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. السلامات بتذهب إلى أهالي زعبيل، بنقول سلام 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 عليكم يا أهل زعبيل، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. وسعود يتابع أداء راهية في هذا الصباح. تهانينا للسيد سعود بن محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي على فوز راهية بهذا العرض الجميل. نطلب أبيات من الشاعر في راهية في هذا العرض الجميل الصباحي في شوط المهجنات الأصايل. تهانينا. المركز الثاني، المركز الثاني للسيد حسين بن عبد الله بن غليط الغفلي. المركز الثالث، راهية للسيد سالم بن ضبيعة الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والخامس وبقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية. نرجع إلى التوقيت الزمني، ساعة وصول راهية إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الخمسة كيلومتر في زمن وغدر 7:48 جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد سعود بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي على فوز راهية بالمركز الأول. وفي المركز الثاني، المركز الثاني زنجرة في المركز الثاني 7:52 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حسين بن عبد الله بن غليطة الغفلي، والذي وصلت في المركز الثالث راهية 7:52 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن محمد بضبيعة الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس.